شعور جميل لما بتشوف ما شاء الله تبارك الله عدد كبير جدا من المشاريع الصغيرة الناجحة، أبطالها هم رواد ورائدات الأعمال الشباب. صح ممكن تكون مشاريع مشابهة في المجال، ولكن في تفاصيلها اختلاف بيعتمد غالبا على روح الابتكار والتميز. واحدة من هذه النماذج اللي حنعيشها اليوم في فقرتنا جاليري الفنون والقهوة مع ضيفتنا اللي جاتنا من ينبع، رغدة أبو عظمة. أهلا وسهلا رغدة، منورتنا. يعني ما شاء الله تبارك الله أنت مؤسس ومالك واحد من أجمل مقاهي القهوة في ينبع، وأنت بالأصل رسامة جميلة وفنانة تشكيلية، مالك في القهوة أبدا، فإيش اللي أخذك على هذا المجال؟ أول شيء شكراً إنه في نظرك إنه الأجمل. ما شاء الله مرة حلو، حبيت. ودحين مشاهدينا حيشوفوا الصور كمان حيقولوا نفس الشيء. حقيقة أنا ما أعرف أصنع القهوة، لكني متذوق في القهوة. في الأخير أنا فنانة تشكيلية، حبيت إني أميز الفكرة في إنها تكون فيها فن وإبداع ويكون مكان لتجمع الفنانين. أنا رئيسة فريق لما فن معتمد من جمعية الثقافة والفنون. كان عندنا مشكلة إن إحنا نلاقي مكان نتجمع فيه، فكانت الفكرة مستوحاة من هنا، إن نتجمع في مكان، نعرض لوحاتنا في مكان. الله، يعني لما بيجيكم مثلا أي أحد يبغى قهوة بيستمتع باللوحات والفن الجميل اللي بيشوفها في نفس المعرض، وحيشوف الفنانين كمان بيرسموا. إحنا أول كنا نواجه مشكلة إننا نروح البحر نتجمع، نروح كافي نتجمع، كنا بننتقل من مكان لمكان. هنا حتى عندنا مكان تحط فيه أغراضك. أيوه. الله، حلو والله، حبيت الفكرة. وكمان يعني اللوحة الموجودة في المقهى أكثر من رائعة، فحلو أن الواحد يروح يشرب قهوة ويستمتع بالفنون الموجودة. وأنت من الأشخاص اللي تنازل عن الوظيفة عشان تحقق مشروعها الخاص، ما تشوف أنه في هذا الأمر كان في خطورة، مغامرة نوعا ما، ولا هل ممكن يكون العمل الحر مشجع أكثر لهذه الدرجة؟ والله في نظري إذا حابة تكوني تعيشي مرتاحة تداومي 6 ساعات أو 8 ساعات وتخرجي خلاص بالك مرتاح، خليكي في الوظيفة الأساسية يعني. أيوة. أما إذا كنت يعني حابة تظهري نفسك، حابة السقف يعلى، تتطوري، وطبعا مجدية جدا، لكن لازم تكون في الإبداع، لازم يكون في الاستمرارية، إنه أنت تكوني واقفة على مشروع بنفسك، بالك طول الوقت مشغول، طبعا ما في راحة. أيوة. أبدا تنسي الراحة جدا، حاسة فيكي النوم. حتى وانت نايمة حتفك عينك تفكري ايش فيك. طبعا أكيد أتفق معك 100%. طب جانب الخبرة خصوصا في مشاريع المقاهي اللي صارت منتشرة بشكل رهيب جدا عندنا في كل مكان، كانت مفقودة عندك في هذا المشروع، لأنه ما كان عندك يعني مثلا علم بالإدارة أو التأسيس، الموظفين، المنافسة الكبيرة أيضا الموجودة في هذا المجال، فكيف كونتيها؟ أول شيء توفيق من ربنا حقيقي. ثاني شيء وقفة الأهل، ترى هذا عم جدا قوي. الأصحاب وقفتهم معاك حتكون جدا داعمة. أصحاب المشاريع دائما لما تدخلي مشروع حتتخيلي إنه أنت داخلة جو منافسة جدا قوي، حتخافي إنه في أحد بينافسك كذا. للأمانة أنا ما وجدت كذا أبدا، الحمد لله. خصوصا القهوة، أصحاب يعني أصحاب المشاريع في ينبع كانوا داعمين لي بشكل مو طبيعي جدا. أقدر أقول إنه كسبت أخوة وصحبة جدا جميلة. اللي يشوفني اغلط ترى يجيني ويقول لي انت غلطتي. حتى المنافسه اللي في نفس مجالك ان كان في القهوه، ترى بيجوا ويساعدوني وبيقولوا لي هذا المنتج افضل من ذا المنتج، هذا المورد افضل من ذا المورد. ترى تجمعنا فطير جدا جميل. نتجمع تقريبا كل اسبوع كل شهر، لازم اننا ما نقطع في جروب اسمه 11 ابريل، انا مره احبه. هذا الجروب متخصص بالقهوه ولا أبداً بالفنون؟ كلنا شباب اعمال بندعم بعض. في فكره انه اذا احد عنده سؤال نسال بعض، اذا احد طرح مشروع جديد نسال بعض، نشاور بعض.
إذا عندي حاجة أنا حاسة إن أنا مخفقة فيها ترى أروح لهم، إذا كان غير الجو العائلي حقيقي اللي إحنا عايشينه مع بعض بشكل مرة جميل. بس نحن مثلا اليوم بنتكلم عن جانب الابتكار والتسويق في مشروع يعتبر مكرر جدا، وفي يعني كثير ما شاء الله تبارك الله محلات القهوة زي ما ذكرت في البداية، والخيارات متعددة ومتنوعة في نفس الوقت. هنا إيش سوت رغدة خصوصا أنها بتقضي ما شاء الله 14 ساعة يا جماعة يوميا في مشروعها؟ شوفي أنا في البداية كنت أقضي أكثر من 14 ساعة كمان، لكن متى بتنامي رغدة؟ حقيقي ما في نوم، أوقات على الكنبة اللي جوا حقت الريستروم. بس يعني احنا لما انا مشيله نفسي مهام مره كبير مره كبيره، انه انا ماسكه مثلا شفت حلويات، وانا ماسكه الرسم، وانا ماسكه اداره، وانا ماسكه، لقيت هنا انه انا لا الوقت ما صار يسعفني، فقلت ل 14 ساعه لما انا صار عندي شفات ابطال صراحه ماسكين شغلهم، باريستات ماسكين شغلهم، اداري ماسك شغله، لما توزع المهام شويه حتقدر. طب بالنسبه للتسويق والابتكار؟ التسويق تجربه العميل اهم نقطه للتسويق. العميل حيرجع لك مره ثانيه، حيقول روح يقول لاصحابه، لما يجلس الاصحاب فين حنروح؟ اذا واحد تجربته جميله حينصح بتير، يلا نروح على تير. غير كده الاجواء اللي في المحل ترى اجواء كانك عايشه في بيتك، تقدر تنتقلي من الصالون في منطقة ثانية تكون الصالة غرفة المعيشة. الله غير كذا التجديد طول الوقت نجدد. إذا كان في فعالية يوم وطني بنفعلها بشكل حبي عائلي، حب الأجواء إنك تكوني مرتاحة. طب كيف شفتي مثلا نتيجة الربط بين القهوة والفنون، إنه مكان يعني جاليري خاص بالفن ومكان القهوة في مكان واحد، هل شفتي مثلا على إقبال من الشباب والبنات؟ كيف كانت ردود تفاعلهم؟ أول شيء لما أنت بتشرب قهوة دائما تحبي أنك يا بتتفرجي مسلسل يا بتتفرجي شيء جميل، حتحبي أنك يكون مصاحب له شيء. حتى الفنان لما يجي بده يرسم ترى يحب يكون جنبه مشروب قهوة قهوة أو شيء. إقبال الناس، أول شيء الفنانين بيتجمعوا هناك في مكان مريح، بيئة تساعدهم مناسبة لهم. ثاني شيء أنا بشوف الكاستمرز لما بيجوا عندنا بيصوروا اللوحات وبيتصوروا معاها وبيعلقوا علينا على جوجل ماب أو على سناب أو على انستغرام، تعليقاتهم إن هم عاجبهم الجو الفني، إنه هذا اللي يميز المكان. وأتوقع إنه أنت مثلاً الوحيدة في ينبع اللي متخصصة بأن يكون مثلاً مكان القهوة وفن في نفس الوقت. صحيح. ما في يعني مقاهي منافسة لك بنفس الفكرة هذه؟ الفكرة لا ما في، لكن القهوة أكيد في كثير. القهوة أكيد في كثير، بس أنا أقدر أحسب نفسي إنه أنا من التوب 5 في ينبع. الله. وحقيقي مو كلامي. طب ايش اللي وصلك مثلا انك تكوني من التوب 5 من المقاهي الموجوده في ينبع؟ والله قلت لك توفيق ربنا ووقفه الاهل والتميز يعني. الابداع. أيه. فعلا انا احاول طول الوقت انه انا اجدد اي احد، ترى الاصحاب ترى هذول اللي اقول لك شباب اعمال، وفي بعضهم مو شباب اعمال بس انهم من ضمن تيم انا، ترى واحد فيهم يجي يقول لي صلحي كذا، جددي كذا، ايش رايك في اليوم العالمي للاسره الاسبوع الجاي، ايش رايك نفعله؟ ترى التقبل عندي لمقترح العميل على طول احب اطبقه على طول، ان كان صاحب او ان كان عميل. يعني عموما دائما تجددي في افكارك، تطبقي افكار جديده حتى لو ما كنت مقتنعه فيها، بس تشوفي ردات فعل الناس. لا مو اكون ماني مقتنعه فيها حقيقي، لكن احولها انها اصير مقتنعه فيها. أنا ما أحب الفكرة تطلع عادية حقيقة، أحب الفكرة تطلع واضح. يعني أنا صراحة أشوف كل فنان فعلا في مجال معين أو فنان تشكيلي هو فنان في كل المجالات، لأنه عنده قدرة كبيرة جدا على الإبداع والابتكار، وأنه يخرج أي شيء من مجرد شيء عادي ممكن نشوفه كوب قهوة مثلا إلى إبداع من نوع آخر. فعلا صح والله، الفن ترى أنواع. الفن أنواع. طب أي مشروع ممكن بيعيش على الأرباح بالتأكيد، فنبغى نعرف هنا إيش سويتي، وأحتاج أعرف أسلوبك في التسويق اللي خلاك تنجح هذا المشروع.
أهم شيء تجربة العميل. غير كذا التجديد، إنك طول الوقت تسوي فعالية وتسوي لها بوستات وإعلانات، يوم الأم، يوم ترى الناس تحب يوم الحب، عيد الحب. أيه. الناس تحب هذه الفعاليات إنها تشارك فيها، وإحنا كشخصنا نتفاعل فيها. حفلة مثلا لمحمد عبده نعرضها لايف هناك، في نفس الوقت يكون أحد بيرسم محمد عبده لايف. طب ما فكرتي مثلا رغدة انك تتوسعي، مثلا يكون لك اكثر من فرع في مختلف مناطق المملكه؟ يعني بديتي في ينبع، ممكن تجي تفتحي عندنا في جده، الرياض. للامانه اكثر فكره تطرح لي اليومين، الحمد لله انا حققت النجاح من لسه ما كملت السنه ما شاء الله. فان شاء الله انه انا بعد ما نكمل السنه نبدا ندرس الفكره الجديده، وان شاء الله في جده والمدينه، واتمنى في كل العالم ان شاء الله. ليش لا، ما شيء مستحيل. والتجربه هذه اكيد كان فيها اخطاء، واكيد طبعا انه الاخطاء بيقع فيها الكثير من رواد الاعمال. بما انك معانا اليوم لازم نستغل شوي من خبرتك في هذا المجال، وناخذ نصايح منك، ونستفيد ايضا من تجربتك في هذا المجال. حقيقه الاخطاء وارده، لكن في اخطاء تكون قويه على المشروع. إنه المشروع ممكن تشوفيه ناجح جدا لكنه ما بيدخل أرباح مادية، هنا العطل مرة كبير، لازم يحتاج تدخل. الأخطاء الحقيقية يحتاج لها دائما تركيز، الناس يهملوها، يشوف مبيعاته عالية خلاص ينبسط ويجي ماشي. لا، هي مو كده. في الجانب الإداري والجانب المالي يحتاج لهم متخصصين، يحتاج انك تقرأي فيهم دائما. حقيقي تلاقيني على اليوتيوب او اقرأ كتب في هذا الموضوع، لان الموضوع مرة صعب. جميل جدا، واضح صراحة حبك وشغفك لهذا المجال، ونتمنى فعلا من جلوبنا نشوف له اكثر من فرع في كل مناطق المملكة. لازم تفتح عندنا في جدة ان شاء الله. ضروري انكم تزورونا فرع ان شاء الله باذن الله. لا انا كثير بستضيف من ينبع على فكرة، وحابة مرة السياحة في ينبع، خصوصا في الصيف الاجواء عندكم جميلة، والجزر ايضا اجمل. فتوقعوا قريبا ان شاء الله جيتكم على ينبع باذن الله. شكرا لك، نورتينا وشرفتينا رغدة، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. مشاهدينا، بكذا انتهت حلقتنا اليوم من ساعة شباب. نشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. لا تنسوا تتواصلوا معنا على حساب البرنامج الظاهر على الشاشه. مرحبين بكل ارائكم واستفساراتكم، واقول لكم في امان الله.